هطول أمطار خلال المساء على هذه المحافظات وتحذير مما يحدث في صباح الغد، تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تخيم على مناطق واسعة في اليمن أجواء ملبدة بالغيوم وتوقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد في عدد من المحافظات خلال 24 ساعة القادمة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا تدريجي في درجات الحرارة الصغرى. هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء قد يصحبها الرعد أحيانا على محافظات تعز، إبلحج، الضالع، ريم المحويط، حجة وصعدة. وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء من محافظات دمار، صنعاء، عمران، الجوف، مأرب، البيضاء، أبيان، شبوة وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية، فيما يتشكل الضباب أثناء المساء والصباح الباكر على مرتفعات حجة، المحويط، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء. ولفت إلى أن الطقس قد يكون باردا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، حيث من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى بمحافظات دمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، مرتفعات لحج، الضالع وإب. وأفاد بأن درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 9.4 في عمران، 9.8 في صنعاء، و10 في دمار. وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو التالي: ريما 25.7 ملم، وعمران 6، في إب 4.5، في الجوف 4.4، والمحويط 3.9، في صنعاء المطار 3.8، وفي السد 2.1، وفي صنعاء حدة 1.8، وحجة 1، صعدة 0.1 ملم. ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد. ونبه المواطنين من التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة الكثيفة.